إذا حصلت على طير، ما هو أول شيء تقومين بشرائه؟ القفص. مكان لا تذهبين إليه إذا شعرت بالإنفلونزا؟ التجمعات، الأسواق. مطرب عراقي باسم سعدي. سعدي الحلي. شيء نقفز من فوقه. المظلة. سمي حشرة نافعة. النملة. شكراً. وين؟ خلصنا الأسئلة؟ وخلي نشوف الأجوبة. خمس أسئلة سألتلك إياها وجاوبت عليها، ورد نشوف الدرجات اللي حصلتيها. السؤال الأول كان: إذا حصلت على طير، ما هو أول شيء تقومين بشرائه؟ قلتي القفص. خلي نشوف القفص. 30 نقطة، برافو عليك. السؤال الثاني كان: مكان لا تذهبين إليه إذا شعرت بالإنفلونزا. قلتي المكان العام أو التجمعات. نعم، خلينا نشوف الأسواق. الأسواق، إذا 25 نقطة صح. إنفلونزا، وإحنا الآن في زمن كورونا، يعني المفروض الإنسان إذا ما يدخل الأسواق والتجمعات، وخاصة إذا هو مصاب. ويا ساتر. السؤال الثالث كان: مطرب عراقي باسم سعدي. قلتي سعدي الحلي. وهل يخفى القمر؟ 28 نقطة. السؤال الرابع: شيء نقفز من فوقه. قلت المظلة، مو نقفز به، من فوقه. جاب صفر. سمي حشرة نافعة. ايش قلتي؟ النملة. نملة نافعة؟ لا، ده اقول النحلة، قلت النملة. الله، بين الحاء والميم، ما ادري شنو. السؤال الخامس: سمي حشره نافعه. قلت النمله. والنمله صفر. نعم، لانه لو شايل الميم الحاء يمكن كان الدرجات. اذا 83 لا باس. امام عماد 117 نقطه. وتفضلي اخت ساره. و خلينا نشوف الاخ عماد يقدر يجيب 117 ونقول يا الله. الاخ عماد، وين الاخ عماد؟ اهلا أخ عماد. سارة جابت 83 نقطة، أنت المطلوب من عندك تجيب 117 حتى تحصل 200 نقطة. إذا حصلت على طير، ما هو أول شيء تقوم بشرائه؟ قفص. غير. طعام. مكان لا تذهب إليه إذا شعرت بالإنفلونزا. الأقرباء. مطرب عراقي باسم سعدي. سعدي الحلي. غيره. سعدي بياتي. شيء نقفز من فوقه. قفاز المسبح. سمي حشرة نافعة. النحلة. شكراً.